We have this one life to appreciate the grand design of the universe. And for that, I am extremely grateful. الى جانب الذري، هي نظريه اتت من نظريه اينشتاين في النسبيه العامه، لكن حتى نفسر الانتروبي نحتاج الى النظريه، ان قوانين الفيزياء لا تتغير في المرجعيات التي تتحرك بسرعه ثابته، بمعنى لو تجري التجربه الطائره تسير بسرعه ثابته فان المعادلات الفيزيائيه اشواط كبيره في التاريخ، عدد كبير من الشواهد تسبق احيانا مثلاً أعطيك معادلات، إذا في مثلاً أسس موجودة عند العلماء بحيث أنهم يفسروا المعادلات الموجودة بواقع طبعاً أنه يبقوا بوجود الكون السوداء في حين أن الكون السوداء لاحق كثير من الشواهد.